بعد ما شفنا الاخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع مع حضراتكم الاخبار اللي هتحصل النهارده والفعاليات الفنيه اللي هتنظمها دار الاوبرا بالاسكندريه، وكمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، المجلس الأعلى للثقافة هينظم ندوة الترجمة والثقافة الرقمية الساعة 6 بالليل بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة. النهاردة كمان هتستضيف دار الأوبرا المصرية حفل فني لفرقة على مر الأجيال للفنان محمد الخولي والفنان ياسر سعيد على مسرح دار أوبرا الإسكندرية. هيتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل وأهم أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. النهاردة هيشهد مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح افتتاح العرض الجديد الحب في زمن الكوليرا. العرض هيكون على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات لمدة 15 ليلة متواصلة. النهاردة منتخب التايكوندو هيسافر النمسا للمشاركة في منافسات البطولة الدولية اللي هتستمر لمدة أسبوع في إطار الاستعداد للجائزة الكبرى بروما. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين مؤجلتين من الجولة 15 من عمر المسابقة. هيلتقي المصري مع البنك الأهلي الساعة 6:30، وكمان هيلتقي بيراميدز مع فيوتشر الساعة 9 بالليل.